알았어. 스마라베 호텔 라이 호텔 두 두루루 왜 호텔 코만 열라웨 위 주위 에미실 열라웨 호텔 라이 호텔 Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Samurai sword, samurai back. Hotel light, hotel way. Do 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 no way. Hotel comment, yalla amateur, yalla way. Hotel light. كريم الجليسرين الأصلي من أشهر أنواع الكريمات الخاصة بالترطيب اللي اشتهرت، وكريم الجليسرين من المنتجات الطبيعية اللي بيفضلها كتير من الناس. كريم الجليسرين بينعم الجلد من خلال الترطيب، بيساعد على التخلص من تشققات الإيدين والقدمين، ويساهم في استعادة توازن المستوى الطبيعي للترطيب في طبقات الجلد الخارجية للجسم، بيساعد في تحسين مظهر الجلد، وبيعمل على إزالة البقع الخشنة. لو بصينا على العلبة هنلاقي ان في علبة مفتوحة مكتوب عليها 12M. 12M معناها ان تاريخ صلاحية الكريم بعد فتح العلبة ونشيل الغلاف من عليه هو 12 شهر. دايما لما تشتروا كريم اقلبوا العلبة وبصوا هم عاملين على العلامة اللي ورا في الغطاء المفتوح مدة قد ايه، ده هيبقى التاريخ بتاع الصلاحية من فتح الغلاف بتاع العلبة. حد هيقول طب الله، ما تاريخ الصلاحية أكتر من السنة بكتير، وإن مكتوب على العلبة تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء أكتر من السنة. ده التاريخ اللي هو بيبقى الاستيراد والتصدير، والتاريخ ده لشراء المنتج. يعني بنبص على التاريخ طالما في الفترة المسموحة بنشتري الكريم، وطبعا لازم يبقى يكون فاضل فترة كافية. كريم الجليسرين الأصلي بيساعد في الوقاية من ظهور علامات التمدد، وبيساعد في تنعيم البشرة. من أفضل المرطبات، يمكن الاكتفاء به وحده دون استخدام أي كريمات أو مواد أخرى لترطيب الوجه والجسم. مناسب لجميع أنواع البشرة، ومناسب جدا لأصحاب البشرة الجافة والمتشققة. كريم الجليسرين بيعمل على ترطيب وتليين الجلد وحمايته من الجفاف، وبيعمل على ترطيب البشرة بعمق وحماية الجلد، لأنه بيحتوي على خصائص ترطيب متوازنة، بيرطب البشرة وبيمنحها نعومة. كريم الجليسرين كريم عالي الأداء، تم تصنيعه وتركيبه خصيصا للعناية بالبشرة الحساسة والجافة والخشنة. بيحفز على شفاء الجلد المتهيج والتالف، وبيخلق حاجز واقي لمنع المزيد من الضرر. كريم الجليسرين هو كريم عضوي معدني خالي من الأمونيا، له خصائص مضادة للحساسية. هو كريم للعناية بالبشرة الجافة والحساسة والخشنة، بيمنح البشرة ليونة ونعومة. يوصي باستخدامه كل يوم للحصول على أفضل النتائج. يمكن استخدامه على الوجه والجسم واليدين. طريقة استخدامه بيكون ازاي؟ نظفي وشك بأي منظف مناسب ويجفف بمنشفة. نفتح غطا العلبة، ناخد كمية قليلة من الكريم، يدلك الوجه في اتجاه تصاعدي. كريم جليسرين الأصلي مميز في أنه مش بيتسبب في ظهور الطفح الجلدي. بيستخدم كمان للي بيعانوا من جفاف البشرة والإيدين وتشقق القدمين، خاصة في فصل الشتاء. الجفاف ده بيحصل نتيجة أن الطبقة العليا من الجلد تفقد المية، فبيقوم الجليسرين بتكوين طبقة دهنية على الجزء العلوي من الجلد، بيحبس المية في الجلد فيحصل ترطيب للبشرة ويبقى أكتر نعومة. لاحتواء الكريم على نسبة عالية من الجليسرين اللي بيساعد على أن البشرة تكون أكتر نعومة رطوبة من خلال سحب المية للطبقة الخارجية من الجلد. كريم الجليسرين مفيد لأصحاب البشرة الدهنية، لأنه بيعمل على الحد من المشاكل اللي بتحصل للبشرة الدهنية زي الالتهابات وحب الشباب والبثور السوداء، وده من خلال منع البكتيريا والفطريات اللي بتتراكم على الجلد. كريم الجليسرين الأصلي بيعزز عملية تجديد الخلايا، وبيساعد في التخلص من خلايا الجلد القديمة والميتة. هو صنع في ألمانيا. من أفضل المرطبات والمغذيات للبشرة الكريم الصح هو اللي بيمتصه الجلد. الكريم الصح اللي مكوناته بتكون فعالة،
وزن العبوة 250 جرام، سعره 172 جنيه، ممكن يقل أو يزيد حسب المنطقة اللي بتشتري منها. بتجيبيه من أي صيدلية أو هايبر بيبيع مستحضرات تجميل، وهو من الكريمات الجميلة جدا اللي أنصح بشرائه. حط اللايك. إيه؟ ما تنسوش السبسكرايب بتاعي. لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة. حط اللايك. ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم، وتشتركوا في القناة احسن لكم. انا قلت اهو. حط اللايك.